عودة لحضراتكم من جديد. وطبعا الواحد دايما بيهمه ان هو يكون في افضل حال بالنسبة لجسمه. كل واحد بيبقى نفسه ان جسمه يبقى شكل معين، نفسه يوصل لوزن معين. في تحديات كتير لازم الواحد ياخدها علشان يوصل للموضوع ده. يعني مش هعمل كده الاقي نفسي وصلت للجسم الممتاز، اكيد في خطوات كتير محتاجين نعملها. لكن احنا بنحاول فقرتنا انها تكون اسهل، تكون متاحة للكل ان هو ينفذها، تكون ما فيهاش الحرمان اللي معظم الناس بتشتكي منه. طبعا الناس كانت بتتبع طرق تقليدية كتير مرهقة في ان هم يخسروا من وزنهم كتير. علشان كده النهاردة ضيفتنا اللي منورانا منى ياسر، اخصائية التغذية العلاجية، اللي هتقول لنا اسهل وابسط الطرق ان احنا نوصل للجسم او الوزن المثالي اللي احنا نفسنا وبنحلم بيه. ازيك يا منوسه؟ ازيك يا رحي؟ عامله ايه الاخبار؟ الحمد لله فضل رب العالمين. بصي بقى، طبعا احنا عايزين نوصل زي ما بنقول للوزن المثالي، وعايز اسالك سؤال كده الاول قبل يعني حتى ما نبدا الفقره بحق وحقيقي، ان احنا هل الشتاء بيساعدنا اننا نخس ولا بيخلينا ناكل اكتر؟ في ناس بيقولوا لا ده البرد ده بيحرق. تمام، صح. هل ده حقيقي؟ صح. ولا ايه رايك في الموضوع؟ خلينا نتفق على حاجه، ان انا سواء شتاء او صيف انا مفروض جسمي عايز سعرات حراريه معينه اللي هو البنزين بتاعه بقدر معين. لو انا زودت فوق القدر ده انا دخلت في تخزين دهون. احنا الجسم بتاعنا سبحان الله يعني ربنا ماشينا باتنين ميكانيزم، يا اما حاله البناء يا اما حاله الهدم. ايوه. ولو حاله الهدم دي معناها ايه؟ ان انا جسمي بيخزن دهون. طب حاله البناء ان جسمي شغال حرق. لو انا اكلت اكتر من سعرات الحراريه فبالتالي الزياده دي هتروح في ناحيه فين؟ ناحيه التخزين. طبعا هيخزن بقى. ايوه بالزبط. هي الجسم اول ما الاقي فائض يعدي على الخلايا، محتاجه يخبط، محتاجه الخلايا تقول له لا احنا تمام مكتفيين. طب يا دهون عايزه تقول له اديني انا ما عنديش مشكله، هات لي الباب ده الوحيد اللي مفتوح. الباب ده باب الدهون. باب الدهون تروح مخزنه. طبعا هي مش بتبان في اول شهر، مش بتبان في اول شهرين. هي مع تدريجيه بمعنى اصح. حلو. واحده احط لنفسك ايه؟ ابتديتي تزيدي على حسب كل واحد وتخزين الدهون عنده فين. في ناس عندها في الدراعات، في ناس عندها في الجناب، في ناس عندها في الكرش، في ناس عندها في الارداف، في الافخاد، كل واحده على حسب. صحيح. وفي ناس تبقى كليه بقى متوزعه كله، اللي هي السمنه الكليه اللي هو زايد 50 60 كيلو ابتداء. أيوة. من 20 لغايه زيدي بقى طالع. فاول ما انا الاقي نفسي في الدخله في الطريق ده، ينفع الحق نفسي يا منى او انا خلاص دخلت في الطريق ده اصلا؟ ينفع ان انا الحق نفسي؟ ينفع فعلا جدا. كورس الانسيليم بقى هو ده اللي هيلحقني. هو ده زي ما احنا بنقول المنقذ السريع بتاعنا. هيقدر يخسسك من 10 ل 15 كيلو ومن اول امن وطبيعي، من اول سن 12 سنه لحد سن 70 80 سنه. واهم حاجه بقى مرخص من وزاره الصحه المصريه. لان اغلبيه المنتجات الغير مرخصه دي صح. بتودي في حته تانية خالص. الاقي نفسي لبست لا وفي اثار جانبيه رهيبه، اللي بياخد الحاجات دي بيبدا يحس بيها طبعا. طب خليني اقول لك بقى شويه اثار جانبيه. لو الناس بتفكر تروح تاخد حاجه غير مرخصه وغير آمنة ممكن تعمل فيها إيه؟ أولاً هتعملك اكتئاب. اكتئاب ده مش عايزة أقولك هتشوف الدنيا سواد، بعيد الشر يعني. تاني حاجة ممكن يبوظ لك هرموناتك، ومش ممكن ده أكيد هيبوظ لك هرموناتك. وأهم هرمونين هيبوظهم لك هرمون الشبع وهرمون الجوع. شكراً، أنت كده لبستي في الحيط خالص. يعني كده السنسر بتاع الهرمونات بتاعتنا. أيوة. دي مش هنعرف إمتى شبعانين ولا إمتى جعانين، إحنا جعانين طول الوقت. لو بطلت الادويه اللي هي احنا مجهوله المصدر، احنا كلنا بنتكلم على الاعراض الجانبيه بتاعه الادويه مجهوله المصدر. حلو كده، ادويه بير السلم يعني. بير السلم. صح كده. والخلطه الخزعبليه العشبيه اللي مش عارفه ايه اللي انا بجيبها اللي بيبوظ لي الامعاء، او حتى الادويه دي بتعمل تقرحات في الامعاء. بتعمل امساك، بتبهدل الميكانيزم اللي ربنا سبحانه وتعالى، بتبوظ البكتيريا اللي موجوده في الامعاء كمان. احنا عندنا في بكتيريا صالحه وفي بكتيريا ضاره. صح. البكتيريا الصالحه دي كل ما تعلى كده المزاج يتحسن، كل الامتصاص بتاع البنات يتحسن، انا حاسه اني عندي نشاط. كل ده راجع في الاخر ان في بكتيريا، لان المعده بيت الدق، اذا صحت صح الجسم باكمله. مين هيظبط لي كل الكلام ده؟ كورس الانسيليوم. كورس الانسيليوم فيه ثلاث مكونات، ثلاث منتجات. اول منتج معايا وهي اقراص الانسيليوم. أوكي. دي عباره عن قشور. اغلبيه الناس اللي هتلاقيها عندها شراهه في الاكل، او الناس اللي هي رايحه ناحيه الوزن ابتدت يزيد معاها، هتلاقيهم بياكلوا كربوهيدرات كتير وحلويات كتير. صح صح كده. بيقول لك عن هموت عايزه اي حاجه حلوه. حلو. عايزه بيتزا، باستا، او بسبوسه. صح كده. الاقي نفسي رايحه ناحيه الكربوهيدرات البسيطه اللي بتعلي هرمون الانسولين قوي، او السكريات اللي هي مسكره قوي، عشان تظبط لي هرمون الانسولين ويعلى واحس ان انا يتم. بس ده بيبقى وقتي وبعد كده بيقلب ضدي على طول. طب مين
هيعرف يظبط لي كل الكلام ده. وهتلاقي ان اغلبيه الاكل بتاعهم يفتقر الى الالياف. اوكي. فهتلاقي عندهم امساك. فمين هيظبط لي موضوع الامساك وهيظبط لي امعائي وقولون؟ كل الناس اللي عندها سمنه تشتكي من القولون. صح. كل الناس اللي عندها سمنه تشتكي من الكبد الدهني. اللي هو ايه؟ اكلت 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 وابتدت الدهون تزيد، فيا عيني بتزيد على اهم الكبد. عضو في الجسم هو الكبد اللي هو المفروض يتخلص من السموم. حلو. فتتراكم السموم حوالين الكبد. اللي هي الدهون، الدهون دي سموم على فكره. أيوة. لو كنا فاكرين ان الدهون دي حاجه كده صديقه لينا، ابدا. حلو كده. فمين هيظبط الموضوع ده؟ هيظبط لي مستويات السكر في الدم، اقراص الاناسيليا، لان تحتوي على الالياف. ايه هي الالياف يا منى؟ زي الموجوده في الفواكه، في الخضار، موجوده في الحبوب الكامله، كل دول فيهم الياف طبيعي. قشور السيليوم موجوده في اقراص الاناسيليوم، فبتعمل طبقه جل سميكه لما بنشرب معاها ميه الكبسولات دي، فبتعمل طبقه جل سميكه تفضل تتهضم على راحتها. فافضل حاسه باهم حاجه الشبع. ايوه. في ناس بتاكل ما لا نهايه، انفينيتي كده، تفضل اقول لك اكل 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 لحد ما بصي مش قادره اتنفس. صحيح. لكن لما ابتدي اظبط مستويات الشبع ومستويات الجوع اللي هي الهرمونات مهمه قوي في الجسم، لما بتتظبط انا مودي بيتظبط. طبعا. مستويات السكر في الدم بتتظبط. الناس اللي عندها سكري، سكري اتنين بالذات، الناس اللي عندها كبد دهني، كوليسترول دار، كوليسترول عالي، الناس اللي عندها بتقول لك انا عندي امراض قلب، عندي لا قدر الله سمنه بقى متوزعه مفرطه. بالظبط. الناس دي الالياف حلوه قوي ليها، تقدر تخسسها بطريقه طبيعيه وامنه. ده اول منتج بيظبط مستويات السكر في الدم قلنا، ويحسسني بالشبع فتره كبيره وقادره اسيطر على الجوع. اللي هو بيبقى لما بجوع مش بفهم اي حاجه. طبعا. السيستم عندي بيبوظ وببتدي ان انا عايز اكل اي حاجه، الاخضر واليابس زي ما بيقولوا. هو هيظبط لي الموضوع ده. تاني حاجه معانا هي اقراص السليمنج اللي هتزود بقى مستويات الحرق عندي. سليمنج. دي هتظبط. سليمنج جاي من السليم. ايوه. ايوه اللي هو رشاقه. بالظبط. دي بقى هتظبط مستويات الحرق عندي، هتزيد مستويات الحرق عندي، هتخلي عندي نشاط ذهني ونشاط بدني. انا اعرف ناس مش عامله دايت ورغم كده تقول لك انا خملانه وتعبانه ومش قادره حتى. بالظبط. اقوم اعمل اكل العيال. اه. وخصوصا برضو في فصل الشتاء. وخصوصا كمان يعني في فصل النوم الشتاء. وكده في خمول دايما. تقول لك انا بنام 12 ساعه برضو بقوم عايزه انام تاني. ليه؟ لان مفيش نشاط بدني ونشاط ذهني. تقول لك انا مش فهماكي اصلا، انا حاسه ان انا في. طب ليه السليمنج ده بيعمل كده؟ هو عشان مكون هو من ايه؟ اه يحتوي على اعشاب والياف برضو صديقه قوي برضو للجسم، فبيعلي مستويات الحرق. أوكي. وفي برضو قهوه خضراء، فالقهوه الخضراء بتعلي مستويات الحرق من غير بقى ما تعمل ايه؟ من غير ما تبوظ الضغط الدم ولا ترفع لك ضربات قلبك. أيوة. لان في منتجات ثانيه فيها يعني كافيين عالي. فيها كافيين عالي قوي لدرجه ان ضربات قلبك تقول لك قلبي هيفط. صح. من مكانك. وتحسي بقلبك في راسك اللي هو. أيوة. بيدق في الراس. تحس انك عندك صداع ودماغك تقيله. احنا ما عندناش كل الكلام ده، احنا من غير اثار جانبيه. وبدون اي اثار، ما فيش اي حاجه، بالعكس انت هتحسي انك انت احسن. عارفه ان تحسي انك انت احسن زي ما تقولي كده صحتك ردت فيكي. هو كورس الاناسيليا مكمل غذائي على فكره، مش بس تخسيس وخلاص. في ناس بتاخده عشان تثبت وزنها. طب. وفي ناس تاخده كمكمل غذائي من كتر ما هو مظبط لها مستويات السكر في الدم ومظبط لها جسمها كله. فنيجي قلنا الاقراص السليمنج اللي بتعلي مستويات الحرق، بتعلي بقى النشاط الذهني والبدني وتخلي جسمك مكنه حرق حرفيا، فتحسي ان عندك طاقه تقومي تشتغلي. تقومي تتحركي. في ناس تقول لك انا عندي خمول مش قادره اعمل اي حاجه، مش قادره انزل. صح كده. تالت حاجه معانا وهي سامرون. سامرون ده بقى عباره عن خمس فيتامينات ومعادن. كل الناس بتيجي تخس تقول لك انا حاسه اني عجزت، بشرتي شحبه، حاسه ان انا ما عنديش. انت عيانه ولا ايه؟ انت وشها اصفر، وشك اصفر. تحس ان هي بني ادمه ثانيه خالص. بالظبط. وتحس انها عجزت من كتر ما فيش فيتامينات ومعادن، ما فيش اكسجين اساسا. تقول لك والله عايز اقول لك اكسجين كمان؟ ما فيش اكسجين. لان ما فيش حديد، ما فيش اكسجين. اوكي. الاثنين ليهم علاقه. يعني اللي عنده انيميا ما فيش اكسجين عشان كده بيبقى فيل او شاحب. فيل وما فيهوش صحه. تحس ان هو بصي حرفيا ما فيش طاقه، مش قادر، مش قادر، ما فيش اكسجين. فمين هيظبط لي الموضوع ده؟ سامرون. سامرون ده عباره عن خمس فيتامينات ومعادن. الخمسه دول حديد، فيتامين سي اللي بيعلي المناعه، وزنك اللي بيجدد الخلايا. وعندي كمان فوليك اسيد. فوليك ده اسيد بقى، ده ليه حوارات كتير قوي. وبي 12. كل الناس رجاله وستات محتاجه الخمسه دول مع بعض لان بيكملوا بعض. الفوليك اسيد ده بيدوه للحوامل كمان. حوامل ولو شعرك بيقع كمان هيدوك الفوليك اسيد. ولو انت مناعتك منخفض لازم تاخدي فوليك اسيد، لان هو المسؤول عن تقسيم البروتينات وانقسامها والحاجات الحلوه دي كلها. ومتصاص البروتينات وبي 12 كمان. احنا كسيدات على طول عندنا نقص في ب 12. ليه؟ عشان عندنا الدوره الشهريه. صح. بنفقد حديد كتير وبنفقد ب 12 كتير. فمين هيعوضني عن الموضوع ده ويخلي كده يقول لك صحتك ردت فيك وفيكي؟ يا
يعني فيك حيويه فيك حيويه لان ب 12 مربوط بالحيويه صح. مربوط بالنشاط ب 12 والحديد كلهم بيكملوا بعض. لو احنا قعدنا نشرح كل فيتامين ومعدن اهميته ايه، فيتامين سي ده بقى بص المناعه، هو كمان في فيتامين في فيتامين سي الخمسه دول، فيتامين سي ده لوحده بيعلي المناعه. احنا اول ما ابتدت تظهر كورونا كله كل الدكتورز تقول لك ايه، خدي زنك وفيتامين د وخدي فيتامين سي الثلاثه. فدلوقتي انا عندي خمسه فيتامين سي وعندي حديد، وخدي بالك الحديد لا يمتص من غير فيتامين سي. فيتامين سي صح، لان صديقه الصدوق فيتامين سي هو اللي بينقله ان هو يدخل جوه الجسم جوه ايوه جوه مجرى الدم ويبتدي يمتص في الخلايا. وخدي بالك كمان ان الزنك مهم قوي، انتي ايدجينج يعني اللي هو مضاد شيء يعني مش للمناعه بس كمان بس. له علاقه بالبيوتي او باليوث او بالشباب. ايوه نفضل شباب وحلوين وامارات كده على طول يا رب دايما. فانقسام الخلايا وتجديد الخلايا زنك حديد وامتصاص الحديد وامتصاص فيتامين سي وحديد. أوكي. وخدي بالك لو المعده نفسها مش تمام انا شكرا مش عارف اي حاجه تمتص. طب. فخدي بالك الالياف لما تظبط الامعاء يبقى انا عندي كده كله بيخدم على بعضه. بالظبط. وعندي بقى كمان هديه شامبو هيرتون، شامبو ده عشان توقف تساقط الشعر ويبقى شعرك حلو وجميل كده وترطيب حلو. واحنا بنعمل دايت اول حاجه بتتصاب شعرنا وجلدنا. شعرك ليه هاش بقى فيه هيشان لانه يفقد الترطيب ويفقد للفيتامينات والمعادن. ما هو مش داخله غذاء، ما فيش غذاء، انا بقلل من اللي داخل. انت عارفه ان الشعر بياخد انهي غذاء؟ الترفيه بتاع الجسم. يعني انت لو عندك شويه فيتامينات كده وزايده متبقيه بعد ما الدنيا اتوزعت على الخلايا تروح للشعر. طب انت بقى عندك اصلا نقص عايزه شعرك ازاي يبقى كويس؟ فاحنا حطينا سامرون عشان يقدر يظبط لك الموضوع ده، يظبط لك ان المناعه الجسديه تزيد فنخس بصحه. أوكي. بدل ما اخس من غير صحه، لان موضوع الخسان ده سهل قوي، بس اهم حاجه اخس بصحه ولا من غير صحه؟ لا طبعا عايزه انا عايزه مش عايزه اخس واعيه، يعني خلي بالك كمان كده. لما اللي بيعمل دايت بيبقى معرض دايما اللي هي ادوار البرد عنده بتزيد صح، في اي نوع من انواع الفيروسات وكده هو بيبقى سهل ان هو يلقطها من اي حد، غير ان هي بتبقى هرمون الكورتيزول بتاعها عالي جدا بسبب ان الحرمه نفسها وقافله بقها. طب يحصل ايه لما الكورتيزول باللام ايوه كورتيزول يعلى يحصل ايه؟ هرمون الانسولين بيعلى، بدخل في حاله الهدم مش حاله البناء. اوكي. فتلاقيها تقول لك انا قافله بقي وما بخسش عشان انت في مرحله الهدم. اي حاجه جسمك هيتدخل له اكل هيروح حابسها على طول ويقول لك بس شكرا هي حرمانه احنا في مجاعه، هيروح قافش عليها على طول ومش هي ولا مش ولا بقى حسين. ولا هيحرق ولا هيديك طاقه. انت مش بديله بنزين، منين هو هيجيب بنزينه؟ انت فاكره ان انت كده هتحرق دهون؟ ابدا بالعكس. طيب نبدا نشوف الصور نبدأ نشوف قبل وبعد بقى ونشوف قد ايه يعني كل كيلو هو مكسب، يعني خساره كل كيلو مكسب لللوكس لشكلنا لصحتنا. ابداي يا منى. حلو قوي. خلينا نقول ان كورس الانسوليم لما بيجي يخسسها بيخسسها تدريجيا وبطريقه صحيه، فمش هخس رقم كبير قوي مره واحده، بالعكس من 10 ل 15 كيلو ده رقم متوسط حلو قوي. ايه ايه من 10 ل 15 كيلو ده متوسط؟ ده حلو جدا على فكره. بالعكس ده انا ابوس ايدي وشي وظهري واطلع اجري في الشارع لو 15 كيلو في شهر. وعايزه اقول لك كمان ان بتظبطي المناعه الجسديه ونزيد المناعه الجسديه وبتخسي من غير ما تفقدي صحتك، انت بتخسي بطريقه صحيه وبتظبط لك الفيتامينات والمعادن وقد ايه شكلها ممشوق زي ما احنا بنقول. بالظبط. يعني خسه بدون ترهله من كل حته. يعني الايدين خست، منطقه الصدر والبطن والارداف كله نزل، عملت نتيجه مبهره. خست قد ايه بقى؟ خست 30 كيلو في 3 شهور. دي بقى كانت تاتا تاتا واحده واحده خالص. 10 كيلو ده 10 10 كيلو في الشهر. دي حاجه حلوه قوي. على مش هعلق على منا هنسى الجمله دي. طيب نروح للرجاله شويه، لان الرجاله بيبقى يا حرام نفسهم يلبسوا عدل ونفسهم يدخلوا الشميز في البنطلون بتاعهم وما بيبقوش قادرين من خلال الكرش اللي موجود، كرش البالونه والكبد الدهني والكوليسترول وشراهه الاكل بسبب قعده المكاتب، وان هو مش قادر لا يعمل رياضه ولا قادر يعمل دايت ولا عنده وقت. صح. هو بيروح يقعد على المكتب بالعشر ساعات وما عندوش وقت من اي حاجه، واي حاجه قدامه بياكلها وخلاص. بالزبط. المهم انه ياكل والمهم انه يخلص شغله. طب مين هيعرف يظبط لي الموضوع ده؟ كورس الانا سليم. وخليني اقول لكم على حاجه حلوه قوي، ان الكورس الانا سليم عليه خصم 50%. فانت مستمر معايا. انا كنت خايفه اسالك صدقوا يعني قلقانه اسالك هل ال 50% معانا؟ معانا احنا في 2023 نقدر نوصل لنتيجه حلوه. معانا الكورس يعني كل الناس. عايزه اقول لك ان انت بدل ما اروح ادفع دم قلبي في جلسات تخسيس او جلسات
جلسات تفتيت دهون دي بقت غاليه جدا. جدا. انا بوفر لك خصم 50% وكمان شحن مجاني لجميع انحاء الجمهوريه ومتابعه مجانيه اسبوعيا مع الفريق الطبي. دي حاجه مهمه قوي، يعني الناس دي ما اتثبتش وخلاص. الناس دي اتبعت اسبوعيا من الفريق الطبي المختص. ده نزل كام كيلو بقى؟ 35 كيلو في 3 شهور. بصي بقى الكرش هنا والجناب، وبصي ده كبد دهني على طول من غير وانت مغمضه عينيكي. انت بتعرفي من شكل الجسم طبعا، الكرش البالونه القابب لبره ده. خلينا نتفق على حاجه، ان الجسم يحتوي على ماشي اتنين مجالس، في اتنين نوعين دهون في جسمنا. يا اما دهون تحت الجلد اوكي زي اللي هنا زي اللي موجود سطحيه، اللي تحت الجلد على طول، وفي الجزء التاني اللي هو زي اللي موجود عند الامعاء اوكي، عند الكلى، عند الامعاء، عند الكبد، عند يبقى حوالين الحشوية، يبقى حوالين الاعضاء بتاعه. أيوة. الجسم دي حشويه، محشيه كده زي ما احنا بنقول من المصري، محشيه كده. الدهون الحشويه دي بتروح بارزه لبره وتعمل كرش البالون. ده كان خس معانا الرقم الواو ده، اللي الناس كلها تقول لك ده حلم بالنسبه لي ان انا اخسه. يعني عايز اقول لك ان هو لسه مكمل كمان قد ايه بقى. الله دي حال اكبر، دي حاله ثانيه بقى. هنا بقى ارتفاع هرمون الاستروجين. هنا كل الهرمونات حرفيا بايظه طالما الاستروجين. مش الاستروجين ده بتاع الستات؟ بتاع الستات، لما يطلع في الرجاله بالطريقه دي يبتدي يعمل تسدي. الله، هو بيبقى عندهم هم كمان كل احنا الأستروجين. احنا كمان عندنا هرمون التستوستيرون. احنا عندنا كل الهرمونات زي بعض، واحنا لو زاد عندنا نبقى قلبين صوتنا يتخن. أيوة. ووشنا يطلع فيه شعر. ايوه هم بقى العكس. هم هرمون التستوستيرون لما يقل وهرمون الاستروجين بسبب الدهون الزياده بتفرز فايتو استروجين، لو الاستروجين الضار، فيبتدي يحصل لهم تسدي، فيبتدي يحصل لهم عشان كده. أيوة. بيحصل تسدي يعني عند الرجال. طب هنشوف البيج بس بليز. هشام ممكن تبقى ترجع لي للصوره اللي فاتت دي تاني، بس بعد ما نشوف من احنا قدامنا دلوقتي. دي صفحه وان دايت، هنقدر نطلب منها هعمل عليها ايه بقى؟ اوصلها واعمل ايه؟ هنقدر ان احنا اول حاجه نعملها فولو تمام. تاني حاجه نقدر نتواصل مع الفريق الطبي المختص، هو اللي هيرد عليك بنفسه. أوكي. ده بقى اللي هتقولي له الحاله والاسم والحاله الصحيه والوزن، وتقول له كل حاجه عنك، لو بتاخدي اي ادويه. لو في الحاله الصحيه اي حاجه بتقولي له بقى عليها. عن طول ووزن حاجة. هدفك عايزه تخسي قد ايه؟ يعني انا اقول الدهون تتمركز فين؟ انا عايزه اخس كام كيلو؟ طبعا. وتقولي له كمان الدهون عندك تتمركز فين؟ ولو في مثلا مرض وراثي في العيله، او في اي حاجه بتقولي له انا عندي هيستوري في العيله مرضيه مثلا سكر ضغط، بتقولي له كل حاجه. رجعنا للصوره دي تاني. لان الصوره دي لايف تشينجينج، يعني دي غيرت حياه هذا الشخص تماما. عايزه اقول لك انك انت لما تخسي 45 كيلو في 4 شهور ادم تاني. 45 ده رقم كبير جدا جدا. انا خسيت 45 كيلو. عايز اقول لك رقم كبير جدا، حاسه قد ايه ان الرقم بيكون كبير لما حرفيا بتتغيري. اولا بصي بقى لبس بدله وقد ايه الثقه لا بالنفس. ومش بدله عاديه، ده هو لبس سليم فيت يعني. البدله اللي هي بيهزر يعني. بصي بقى هنا كان الكرش داير ما يدور الخصر كله في دهون. وكان عنده تسدي. وتسدي، ودي مشكله كبيره قوي. عشان كده لما اقول لكم ان كورس الانسولين بيظبط الهرمونات. ما هو ازاي بقى؟ لما ظبط هرمون الانسولين كل الهرمونات بتبتدي تظبط معاه. لما ظبط الامعاء برضو الهرمونات بتنتج جوه الامعاء. هرموناتنا بتنتج فين؟ ما جوه امعائنا. عشان كده بقول المعده بيت الداء، اذا صح الجسم باكمله. والمعده كمان هي العقل الثاني للجسم. انت لو عقلك الثاني مش متظبط، انت عقلك الاولاني مش متظبط اساسا. مودك وحش، باكل بشراهه، مش قادره، عندي امساك، فكل ده بالتبعيه بمشي تدريجيا. مين هيقدر يوصلني تاني لكل الكلام ده؟ كورس الانسيليم اللي فيه 3 منتجات، اقراص الانسيليم واقراص السليمنج وسامرون اللي فيه 5 فيتامينات ومعادن، ومعانا هديه شامبو هيرتون وخصم 50% وشحن مجاني لجميع انحاء الجمهوريه المصريه العربيه، وكمان متابعه مجانيه اسبوعا مع الفريق الطبي. يعني ايه يا منى؟ يعني انا الفريق الطبي المختص بعد ما بشتري الكورس مع خصم 50% والشحن المجاني اسبوعيا مش هجري وراه، بالعكس ده هو اللي هيتصل بيا. يعني لو عندي مشكله وما نقصتش زي ما انا متخيله، هل ممكن يغيروا لي في طبعا في الجرعات يظبطوا لي الحاجات؟ طبعا ممكن مثلا. طبعا انا مش عايزه يعني، انا نفسي اللي بيعمل دايت ما يبقاش ماشي على دايت معين يزهقه كمان. لان انت كل ما اتقيدتي واتحرمتي انت بتزهقي بسرعه. مش بس بتزهقي، عايزه اقول لك بسبب الاسترس ده انت عامله على جسمك ضغط استرس معين. الاسترس ده بيدخلك برضو في حاله الهدم. خلينا برضو نلف ونرجع برضو الاثنين ميكانيزم اللي ربنا خلقنا بيهم، يا هدم يا بناء.
انت اللي بتختاري هتدخلي جسمك في مجاعه ولا مش هحرم نفسي وابقى ماشيه تمام واحده واحده. اعمل نفسي مش واخده بالي انك هتحرق. أيوه. يا جسمي. فاهمه. انا مش واخده بالي. فبالتالي انا كورس الانا سيليوم هيقدر يخسسني من 10 ل 15 كيلو بدون دايت وبدون رياضه. وعايزه اقول لك انه امن على الاطفال من اول سن 12 سنه. دي حاجه مهمه قوي. لان دلوقتي الاطفال هم بيروحوا المدرسه وبيضطروا طول الوقت ان هم في بريك ساندوتشز وفي كافيتيريا والجنك فود حواليهم حرام كل الاوقات. فالاطفال برضو بيبقى عايزين الامهات يخسوهم بس من غير ما يحرموهم لان هم من غير ما يحرموهم من غير كمان من غير كمان ما تفضل تحس ان هي بتضغط على ابنها او بنتها خسي 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 وهي مش عارفه. لا هيعنيدوا على فكره انت هتبصي الناحيه الثانيه هم هيروحوا ياكلوا من وراك. صح. وهيحس انك انت قد ايه بتستريس عليه. طب هو ينفع كورس الانا سليم يكون مناسب لطفل عنده 12 سنه او طفل عندها 12 سنه الحق هي منا قبل ما ان هي تدخل بعد كده تدخل في سمنه يعني على المدى البعيد طبعا. مثلا ابتدت تبقى 16 سنه وتبقى وزنها عالي وشكلها مش لطيف خالص. صح. وهي داخله جامعه وعايزه بقى تبقى بنوته لطيفه وشكلها حلو كده واصحابها. ينفع نلحقها من دلوقتي؟ ينفع طبعا. وهتعملي نتيجه حلوه جدا لان انت تقدري تخسي من 10 ل 15 كيلو بس في شهر. وكمان امن وطبيعي ومرخص من وزاره الصحه وملوش اعراض جانبيه. يعني امن على بنتي او ابني. طب نضيف عليهم بقى كمان انه امن على الناس الكبار السن اللي عندهم ضغط اللي عندهم سكر عندهم امراض مناعيه اللي عندهم الناس اللي داخله تعمل عمليه قلب بيقول لها روحي خسي. الناس اللي عندها تكيسات مبيض او غده درقيه كل ده امن وطبيعي. يعني المرضعات انت تعالي لي بقى بصي اللي بيرضعوا بيبقى عندهم هاجس طول الوقت ان هم عايزين يحافظوا على سلامه البيبي اللي بيرضعوه. صح. ومش عايزين اي دواء او اي حاجه كيميكال تدخل في لبن الام. عشان كده هل آمن الكورس على الأمهات المرضعات؟ حلو جدا. كورس الأنا سليم قلنا آمن وطبيعي وملوش آثار جانبية لأنه مكوناته طبيعية. أنا قلت لكم كل المكونات كل المكونات طبيعية ما فيهاش أي منتج أو أي حاجة له أثر كيميائية. ما فيش أي حاجة كيميائية بالعكس كله طبيعي بيظبط لك طبيعي. ولكن هي الجرعات تظبيط الجرعات تظبيط الاستخدام دي بترجع لفريق الطب المختص لأن كل حالة على حدة. طب هو آمن وطبيعي منه مع الرضاعة؟ آمن وطبيعي مع الرضاعة. وآمن زي ما اتفقنا على الأمراض مزمنه وعلى امراض حتى قلنا زي القلب الناس اللي داخله تعمل قسطره او هي خلصت قسطره في عندهم امراض مزمنه زي السكر والضغط والكوليسترول. صح. يعني هل ممكن يتعارض الكورس مع اي دواء من الادويه دي؟ خالص 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 يعني حرام. لا يتعارض. لسته ادويه يعني والله قائمه طويله يعني. عايزه اقول لك ان في ناس لما بتاخد منتجات مجهوله المصدر بتجيب لهم ضغط. انا اعرف ناس كتير جالها الضغط عندها بقى عالي على طول بقت مريضه ضغط بسبب ادويه مجهوله المصدر. طب تعالوا انا بقول لكم في خصم 50% وشحن مجاني. كل اللي عليك انه هتتصلي بس تقولي انا عايزه الكورس والكورس هيوصلك في المكان اللي انت فيه. وكمان متابعه مجانيه اسبوع مع الفريق الطبي على البيج. ايوه طبعا. نقدر نتواصل على الارقام اللي ظاهره على الشاشه دلوقتي عليها مكالمات وعليها واتساب او صفحه وان دايت عربي وانجليزي هنقدر برضو نتواصل عليها والفريق الطبي المختص بنفسه هو اللي هيرد علينا. قلتي لي الهديه ايه؟ الهدية شامبو هيرتون لوقف تساقط الشعر وبرضه مرخص من وزارة الصحة المصرية. يعني أنا عندي ثلاث منتجات بتوع كورس الأنا سليم وهدية يعني هيوصلني الكورس أربع منتجات. الهدية شامبو هيرتون أربع منتجات هيظبطوا لي شعري وهيظبطوا لي المناعة الجسدية ويخلوني شبعانة فترة كبيرة وقادرة أسيطر على الجوع اللي هو مشكلة كل الناس. تقول لك أنا لما بجوع شكرا مش بفهم اي حاجه منها. بالظبط. يعني منها بفتح التلاجه وباكل اي حاجه أي قدامي اي حاجه في وشي. صح. او اطلب انا بس اللي عايزه اكله وخلاص. ليه مش قادره اسيطر على الموضوع ده؟ بسبب ارتفاع هرمون الكورتيزول انه بيسترس على الجسم قوي وتفضل مجوعه نفسها فتره كبيره قوي فلما بعد كده خلاص الجسم مش عارف يعمل يروح ستريس عليها. تبقى مضغوطه وعايزه تاكل اي حاجه مش عارفه تفرق بين الاكل ده صحي ولا مش صحي. وانصحهم برده انهم يظبطوا الدنيا ونحاول برده جات لنا فرصه زي كورس انا سليم بالعكس انتهي من خدي الفرصه دي كده قد ايه هتفرق معاكي زي ما شفنا الابطال اللي خسوا معانا من خسوا معانا ارقام حلوه قوي ده ارقام بدون جراحه ارقام رهيبه بدون جراحه. سؤال. دي اهم حاجه. نقول العكس بقى افرضي حد ماشي على دايت معين. حلو. نظام وطبعا هو بيعاني يعني بيعاني ان هو يفضل ماشي على النظام ده هل الكورس ممكن يساعده وهو بيقوم بالدايت او ان انا اقص لي 5 10 كيلو لا مثلا لا او ان هو يعني انا داخله دايت انا عايزه حاجه يعني تساعدني تخليني اقدر جداً. على النظام الغذائي ده لاني هتحرم من كذا ومن كذا ومن كذا ما لازم ابقى شبعانه. صح. مين هيعرف يظبط؟ هو هيشبعها جدا لان في الياف صحيه. ادي واحد. وينفع ان هو كمان احنا قلنا هو كورس الانسولين عباره عن مكمل غذائي وليس دواء.
أوكي. وده فرق شاسع قوي بين الحاجات الحاجات التانية اللي بتلعب على هرمونات الجسم وعلى كيمياء المخ مالناش دعوه بيها دي. احنا كورس مرخص من وزاره الصحه المصريه. طب هو ينفع منا حتى طب انا حبيت اعمل دايت مع كورس الانس اللي ينفع؟ ينفع طبعا، وهتقدري تخسي فوق ال 15 كيلو كمان. هتعملي نتيجه مبهره. انت بتكلميني اللي هو من 10 ل 15 من غير دايت ومن غير رياضه، من غير نظام صارم ماشي عليه، بتدلع من صح. اوكي، هقدر اخس من 10 ل 15 كيلو وانا بتدلع. عشان كده بقول لك في ناس خست اللي هو الحد الادنى 10 كيلو، حتى على خلال 3 شهور خست 30 كيلو ولسه تقول لك لا 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 انا عايزه اخس اكتر، انا لسه في محتاجه اتظبط. طب يا منى الترهلات، بس خلي بالك بقى خلي بالك الترهلات هنتكلم عليها دلوقتي. احنا كستات كل ما بنكبر ما بيبقاش عندنا القدره لفقدان الوزن زي واحنا صغيرين، صح؟ الشريحه بتختلف خلاص. هل الكورس ممكن يساعدني اتغلب على الجزئيه دي؟ عشان كده احنا حطينا اقراص السليمنج اللي هي بتعلي مستويات الحرق. عشان كده قلنا امن لحد 60 70 80 سنه. أوكي. الناس دي حرفيا، خلينا نتفق على حاجه، ان كل ما زيد في العمر هرمون النمو بيقل. شفت كده دي؟ كل ما الهرمون النمو يزيد يبقى احنا صغيرين. فهي نسبه وتناسب. أوكي. فكل ما زيد في العمر، ربنا يدينا الصحه كلنا يا رب. كل ما زيد في العمر هرمون النمو بيقل اللي هو هرمون الحرق. اوكي، فبالتالي كل ما ازيد في العمر فبالتالي شريحه بقى ايه 60 70 80 سنه برضو الكورس امن وطبيعي وهيساعدك قوي. وهيخسوا. عايز اقول لك في ناس ما عندهاش وقت، رباط البيوت دول حرفيا ما عندهمش وقت. لا بقى تروح للدكتور، ولا عندها وقت تروح تعمل رياضه، ولا عندها وقت تعمل اي حاجه لنفسها. عايز اقول لك كورس الانس اللي ما هيقدر يساعدها كتير وهي قاعده في البيت وقادره تخدم اطفالها وقادره ان هي تودي بقى النادي والدروس وحرفيا مفحوته في الامتحانات وتحس ان هي اللي بتذاكر. طب دلوقتي بقى لو عايزه احجز كورس او يجي لي الكورس هدخل على صفحه وان دايت عربي وانجليزي او من على الارقام اللي ظاهره على الشاشه دلوقتي دي عليها مكالمات وواتساب. يعني اقدر ابعت رساله او اتكلم في التليفون او عن طريق الصفحه اعمل الاوردر، صح كده؟ وممكن اسال اسئله اللي انت عايزاه، وكده كده اصلا الفريق الطبي هيسالك كل حاجه. وزي ما اتفقنا احنا عندنا فريق الطب المختص، المتابعه معاه مجانيه. يعني مش محتاجه ادفع فلوس زياده فوق الكورس ولا هدفع شحن فوق الكورس، بالعكس الشحن مجاني لجميع انحاء الجمهوريه. تقولي بقى اسوان، الصعيد، اي محافظه، اي محافظه في مصر مجاني. نرجع بقى للي انت كنت عايز تحكي لي عليه، الترهلات. تمام. لان بتفقدي وزن تنبسطي جدا جدا وانت لابسه، لكن بتبصي تلاقي جسمك ترهل. ايه الحل؟ الحل ان كورس الانس السليم. عشان كده احنا بنشرب ميه كتير قوي. فنقدر، عايز اقول لك الناس ما بتشربش ميه دي حرفيا تلاقي بشرتها كده جعدت. عايز اقول لك حاجه مهمه جدا، الميه سبحان الله نفسها لو نقصت بس من نص ل 2% بس من توتال بادي ووتر، من الميه كليه في وزن الجسم، بيبتدي يحصل لي اعراض الانيميا. مفيش نفس، مش تخيلي. ويعني ده انا اسمع ان الميه تقريبا يعني برسنتج كبير يعني من الجسم. المفروض الميه بس توزن من جسمنا من 60 ل 70%. تخيلي بقى لو نقصت بس من 60 70% دي من نص ل 2% بس، ايه اللي هيحصل لي؟ النفس مش هيبقى كويس خالص، يعني برده ما فيش اكسجين. نفس اعراض الانيميا بالظبط، ما فيش تركيز، ما فيش نشاط بدني، ما فيش نشاط ذهني. ايه منا المايه المدرجه دي مهمه جدا. عشان كده لما حطينا اقراص الانسليم حطينا لازم نشرب معاها ميه كتير. عشان كده سبحان الله خلقنا من الماء كل شيء حي. فخلينا بقى نتفق ان الميه اساس الجسم. والالياف كمان صديقه للامعاء، فبالتالي صحيح. انا لما احط الياف واحط حاجات تشبعني فتره كبيره هخس واحده وبطريقه طبيعيه، وهخس من 10 ل 15 كيلو بطريقه صحيه وامنه وبدون اثار جانبيه. ده يخليني ما اترهلش اكتر طبعا. كل ده كورس الانسليم، الثلاث منتجات والهديه شامبو هيرتون، كل ده هيوصلني مع خصم 50%. وقلنا سامرون مهم قوي قوي من ضمن الكورس، يبقى انا عندي اول منتج هيخليني شبعانه فتره كبيره واقدر اسيطر على الجوع اللي هو الانسليم. ايوه الانسليم. وتاني حاجه معايا هي اقراص السليمنج، هيعلي لي مستويات الحرق وكمان هيظبط لي النشاط الجسمي والنشاط البدني والنشاط الذهني. هيظبط، هحس ان عندي طاقه. وكمان سامرون اللي هيظبط لي الفيتامينات والمعادن وهيظبط لي الحرق، لان الحرق ده عباره عن ايه؟ حلقه متكامله من فيتامينات ومعادن. لو باظت وهرمونات طبعا. لما اظبط فيتامينات واظبط هرمونات ومعادن انا كده الحلقه عندي مكتمله. لما كل ده بيتظبط انا الحرق عندي بيبتدي يزيد، فاطلع من كورس الانسيليا وانا حرقي زايد وانا عندي نشاط، مش وانا طالعه هزيله ما عنديش صحه، بالعكس بقول بخس بصحه. فسامروا الخمس فيتامينات ومعادن، حديد وزنك وفيتامين سي وبي 12 فوليك اسيد، وخصم 50%، ودي حاجه مهمه قوي. ده شيء رائع، ده جدا. اكيد بتسمعي ساعات بتقول لك انا ما باكلش الهواء، ده انا لما بشرب ميه بتخن. والجسم زي ما قلتي بيبقى عارف ان احنا هندخله في مجاعه.
اللي بيلاقي مشكله زي دي بتحلوها معاه ازاي؟ خلينا دي بقى هنا بتتظبط الجرعات بتاعه كورس الانسانيا، فيبتدي ان هو يظبط. في ناس مثلا تقول لك انا بجوع بالليل بس، فيظبط لها الجرعات مثلا على بالليل اكتر، لان هي بتجوع بالليل. ليه بنجوع بالليل؟ طول اليوم حاطين جسمنا في ستريس، وتقول لك انا ماشيه مظبوط على الدايت. هي مش ماشيه على الدايت، هي حرم نفسها حرفيا. صح. وتفضل طول اليوم ماشيه ماشيه ماشيه، وتيجي على بالليل تبوظ الدنيا وهرمون الثلاجه يشتغل. ليه هرمون الثلاجه بقى اشتغل؟ أيوة. عشان سبب ضغط، الضغط اللي عاملاه على جسمها بيولد مين؟ ارتفاع في هرمون الكورتيزول بتاع العصبيه، وطالما ده ارتفع صديقه الصادق وصاحبه هرمون الانسولين ارتفع. صحيح. ودول لو ارتفعوا مع بعض دخلنا في حاله الهدم، اللي هو حاله تغذيه الدهون البناء. بالظبط. تمام. فتقول لك ما بخسش واشرب بق ميه اتخن. عرفتي ليه بق الميه بيتخن زي ما هي بتقول؟ هي متخيله كده، لكن هي مش كدا. هو ده اللي بيتخنها، ده بسبب هو الهرمونات. بالظبط. فبالتالي مين هيظبط لي مستويات السكر في الدم؟ وهيظبط لي هرموناتي، لان الدنيا ابتدت تتظبط عندي، ابتديت اكل بطريقه صحيه، وابتديت اكل ان انا حتى لو انا مش عايزه اعمل دايت، لو انا بقى حبيت اعمل دايت هعمل نتيجه افضل وصحيا افضل كمان، ومش هقف عند العقبه دي اللي هي برضه في فريق. ايوه، في كمان في فريق طبي مختص هيتابعك اسبوعيا مجانا، وتشتكي بقى زي ما انت عايزه للفريق الطبي. بشكر ضيفتي دايما منى ياسر، اخصائيه التغذيه العلاجيه، اللي شرحت لنا النهارده بجد اي حاجه بتواجه جسمنا، امتى بنخس وامتى بنكتسب وزن زايد ملوش لازمه في رأيي. بشكرك يا منى، شكرا جزيلا على وجودك معانا النهارده، واكيد بشكر حضراتكم على متابعتنا النهارده من ست الستات مره ثانيه وثالثه، كل سنه وكلنا كمصريين بصحه وبخير وبسعاده. اخواتنا الاقباط كل سنه وانتم طيبين، عيد الميلاد المجيد، وكل مصر فرحانه بفرحه الاعياد كلها ان شاء الله يا رب، دايما كل ايامنا عيد. اشوفكم بكره باذن الله وحلقه جديده من ست الستات. باي.